مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. اليوم غنشوفوا الوصفه ديال واحد البيتزا. غنحتاجوا في العجينه ديالها 250 غرام ديال الفرص، 100 غرام ديال الفينو الحرش، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، معلقه كبيره ديال زيت العود، معلقه صغيره ديال الملحه وفرماجه. غادي نديروا شويه ديال الماء فوق من الخميره باش تذوب لينا، ومن بعد غادي نبداو نجمعوا المكونات بالماء دافي. نبقاو نزيدو شويه بشويه في الماء وحنا كنجمعوا في العجينه. فاش كتجمع لينا العجينه غادي ننزلوها فوق من لو بلون دو طرافاي باش ندلكوها لمده ما بين 10 حتى 15 دقيقه. وهنا بعد ما كندلكوها مزيان وكتخفف العجينه غنسدو عليها ونخليوها تخمر لمده ساعه. هنا بعد ما خمرت لينا غادي ننزلوها فوق من البلان دو طرافاي ونبقاو نطلقو فيها بالدلاك على شكل دائري. في هاد الاثناء الفران ديالنا كيكون سخون كنطلقوها، ومن بعد كنجيبو السينيه اللي غادي ندخلو الفران كنكونو دهنينها بالزبده ورشين عليها سميده رقيقه ولا فينو. غادي نسرحوها وداكشي اللي شريت لنا من العجينه غادي نجمعوه شويه بشويه بيدينا ونتقبوا العجينه مزيان بلا فورشيت باش ما تنفخش لينا، وندخلوها الفران باش طيب نص طيبه. في لاصوص طوماط غندير معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، تحميره، سكينجبير، خرقوم، الملح، البزار، شويه ديال الزعتر الغبره، ونخلطهم بزيت العود. غنحتاج الفلفله اللي شحرتها بالملح والبزار، البصله اللي شحرت بالملح وبزار حتى هي، شويه ديال الموتزاريلا، زيتون كحل، صوص طوماط والطون. العجينه ديالتي اللي خرجت من الفران نص طيبه غندير عليها مطيشه اللي صيبت هذيك لاصوص طوماط، من بعد البصله، من بعد لي غونديل ديال الفلفله، غنزيد عليهم الطون، غندير الزيتون والموتزاريلا، نرش عليهم شويه ديال الزعتر وندير عليهم شويه ديال زيت العود. هنا ها هي البيتزا ديالي من بعد ما خرجت من الفران، كتجي لذيذه وحتى العجينه ديالتها كتجي خفيفه وكتجي بحال هذيك اللي كنشريوها واجده. نفس الوصفه هي اللي استعملت في لي بيتزا الصغار اللي درتهم في البوفيه دانيفيرسير. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي الا كنتو اول مره غادي تشوفوا لي فيديو ديالي باش يوصلكم كل جديد.